احنا اخونا خالد ولا واحد صار والله رمضان واقي ويوجد معنا مصاريف ولا رواتب والعمل ما هلوش والوضع يعني عليك داري كيف الوضع والعمل وانا حمال بالشارع ما فيش عمل كذا يعني واحد قربع بالمصاريف اليومية مستور واحد بالحال ان شاء الله شهر كريم وعيالنا محتاجين مصاريف رمضان مصاريف العيد حاجة العيد كسوة العيد ان شاء الله انه ربي بيفرق ان شاء الله باذن الله بعون الله نصبر ونتحمل على هذا الوضع. الفقراء أكثرهم لا يجدون ما يأكلون أو ما يسدون به جوعهم وقوتهم اليومي. اشتد الغلاء وارتفعت الأسعار بشكل هائل، وكمان أيضا الحرب وكل ساعة يعني الظروف ما يعني ما تمشي استقرار، ما تحسش إنه في استقرار أولا، لا في أمن ولا في أصلا استقرار داخلي ولا في غذاء ولا في أي حال. اليوم يتنجب لي 12 حبة عبد القليل كمان واحد الجيل